بعد تشديد العقوبات، إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. الإسبان يدون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف. وفي الرياضة، برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني بفوزه على ليفانتي، وشالكا يكسب صراع الديربي ويضعف حظوظ دورتموند بالتتويج. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من بين خيارات عديدة أمام إيران، وذلك بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران، فيما أكد قائد القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أنه لا نية لطهران لغلق مضيق هرمز إلا إذا اضطرت لذلك. هذا وحلقت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم. ذكر التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولم يحدد موعدا للزيارة. وكان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، الذي تواجه بلاده عقوبات دولية وأمريكية، قد زار إيران في أغسطس آب الماضي عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة هاني سليمان، الخبير في العلاقات الدولية. يعني أستاذ هاني، شاهدنا صور لطائرة أو صور التقطتها طائرة مسيرة إيرانية فوق حاملة طائرات أمريكية، ماذا يعني ذلك؟ أعتقد أننا في فترة من الاستفزازات المتبادلة من جانب الأمريكي والإيراني. الطرفان يعلمان جيدا أن خيار الحرب يمكن مستبعد في هذه الفترة تحديدا، أو خيار المواجهة المباشرة، على اعتبارات أن إيران لا قبل لها بالدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الرئيس ترامب لا حاجة له بحرب، خاصة أنه مقدم على انتخابات رئاسية وبدأ حملته بالفعل، ومعروف أن الداخل الأمريكي يرفض التورط في ساحات جديدة للنزاع والأزمات في الخارج، على غرار ما حدث في أفغانستان والعراق، ووفقا للخبرة التاريخية السلبية في فيتنام. فبالتالي يمكن تصريحات استفزازية وتتواءم مع العقلية الثورية الإيرانية ولهجة الخطاب، يمكن كان هناك يمكن متسع من التصريحات في كافة الأوساط والنخب السياسية الإيرانية. يمكن روحاني تحدث عن أنه سيكون هناك رد، وظريف يمكن تحدث عن يعني هذا الرد قد يكون مضيق هرمز. يعني إيران لوحت كثيرا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، لكن البعض يستبعد ذلك. لماذا برأيك لا تستطيع إيران إغلاق هذا المضيق؟ مضيق هرمز في الخليج العربي هي مياه دولية بامتياز، وهو يعني تقريبا يمر فيها 40% من تجارة النفط في العالم. فبالتالي إيران حال تنفذ هذا التهديد ستكون في مواجهة العالم والمصالح الخاصة بالدول، دول العالم حتى الدول المتعاطفة معها ستكون في مواجهة، وبالتالي لن تستطيع الإقدام على ذلك، خاصة مع تصريحات إيريل براون، يمكن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، الذي تحدث عن أنه يمكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها جاهزين للرد حال أقدمت إيران على ذلك. أعتقد أن الأمور لن تتجاوز فكرة التحرش بالقوات الأمريكية كما في السابق، لكن لن يكون هناك إقدام على مثل هذه الخطوة. أعتقد أن تصريحات لكن محمد طهران أمام معضلة اقتصادية ربما، ما الخيارات اليوم أمام طهران؟ فعلا أمام معضلة اقتصادية شديدة الوقت تؤثر على الداخل. يمكن انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة تقريبا 6%، معدل التضخم وصل إلى حوالي يمكن 51.4%، معدلات بطالة في التزايد، وبالتالي النفط يشكل حوالي 40 إلى 50% من عائدات الداخل الإيراني، حوالي 50 مليار دولار، وبالتالي رفع الإعفاءات على هذا المورد الهام سيؤدي إلى تعاظم الأزمة. هل تكون كوريا الشمالية ربما هي التي تشكل مخرجا لطهران، خصوصا وأن يعني وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة كوريا الشمالية؟ أعتقد أن الرئيس روحاني في أول زيارة له للعراق يشكل أنه يحاول البحث عن مخرج لجأ إلى العراق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت
بغداد وألزمتها بالالتزام بالعقوبات الموقعة، وبالتالي هو يحاول الوصول إلى حليف آخر ربما يشكل ورقة ضغط أخرى من خلال كوريا الشمالية التي تشكل هاجس مع ترامب. لكن أعتقد أن هذه الخيارات كلها لن تؤدي إلى النتيجة المأمولة، وخاصة في ظل يمكن الصين حتى تركيا لا سيكون لهم حدود في التدخل من أجل الدفاع عن المصالح الإيرانية. سيحاول إيران يمكن الالتفاف على الوضع ومحاولة الوصول إلى مكاسب نوعية أو مرحلية وصول إلى 2020. المختص في العلاقات الدولية الأستاذ هاني سليمان، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وإلى أستراليا، حيث شن رئيس الوزراء سكوت موريسون حملة بشأن قضية الهجرة، ووعد بخفض أعداد المهاجرين السنوية وتجميد عدد اللاجئين في البلاد. وقال موريسون خلال تجمع لحزب ليبرالي في سيدني إنه إذا أعيد انتخاب حكومته فإنها ستحدد أعداد المهاجرين السنوية ب 160 ألف شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة. إن إدارة النمو السكاني مهمة للغاية بالنسبة لنوعية الحياة التي نعيشها في مدننا. سنحدد أعداد المهاجرين السنوية ب 160 ألف شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة. تعد زيادة عدد المهاجرين وازدحام المدن الرئيسية في أستراليا قضية حساسة بين الناخبين في دولة ولد فيها 29% من أصل 25 مليون شخص في الخارج، حيث تتجاوز مستويات الهجرة الآن معدل المواليد. يدلي الإسبانيون بأصواتهم في انتخابات تعد الأكثر إثارة للانقسام منذ عقود، حيث من المتوقع أن تسفر عن برلمان مجزأ سيكون لتيار اليمين المتطرف وجود كبير فيه لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية، وبعد حملة شابهت التوتر وهيمنت عليها قضايا مثل الهوية الوطنية والمساواة بين الجنسين. فإن احتمال استمرار جهود تشكيل ائتلاف إلى أسابيع أو شهور سيغذي أجواء أوسع من الغموض السياسي في أنحاء أوروبا. في أجواء الانقسام والغموض افتتحت صناديق الاقتراع في إسبانيا، تخوفات عديدة من صعود الأحزاب اليمينية وصعوبات واضحة في تشكيل الحكومة، والاستطلاعات المحلية تشير إلى فوز رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز. يسود القلق والغموض الساحة السياسية الإسبانية في أصعب انتخابات كما وصفها المحللون والسياسيون المحليون، بعد انقطاع أصوات اليمين وإخراجهم بالحسم الديمقراطي في سنوات السبعين من البرلمان. عادوا اليوم إلى صدارة المشهد بقيادة حزب بوكس القومي على ضوء محاولة انفصال كاتالونيا العام الماضي بخطاب واضح ضد المهاجرين وخطاب المساواة ومطالبتهم بحظر الأحزاب الكتالونية. اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا، إنه يوم نحتاج فيه إلى التغيير واختيار حكومة جديدة، وليس مجرد حكومة، مرحلة جديدة. وفقا للاستطلاعات المحلية، فإن فوز رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز شبه واضح، لكن بعدد مقاعد موازن لباقي الأحزاب، مما قد يفرض عليه الائتلاف مع اليسار المتشدد والأحزاب الكتالونية التي بادرت إلى الانفصال بالعام الماضي، مما يجعل المشاورات والمفاوضات تستمر لشهور. ومع إغلاق صناديق الانتخاب تسجل إسبانيا حقبة جديدة في المشاحنات السياسية ما بين اليمين واليسار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو داميان باشتر، مراسل الشؤون الدولية في قناة اي 24 باللغة الإنجليزية. يعني إسبانيا تذهب للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات إلى انتخابات عامة، البعض يصفها بالفوضى السياسية، لماذا برأيك يعني كل هذا؟ الوضع بهذا الشكل أنه بالضبط كما قلت، هناك ثلاثة انتخابات في غضون أربعة أعوام، هذا يدل على انعدام الاستقرار السياسي. إضافة إلى ذلك يضاف مسألة كما قيل في التقرير استقلال كتالونيا، هذا أمر مستعد الجمهور الإسباني لأن يتوجه معه إلى الانتخابات، فإن المسألة استقلال كتالونيا هي عامل هام جدا، والعامل الهام الآخر هو الأزمة الاقتصادية التي طرأت على إسبانيا تمرت على بيرسا، والتي أولدت حركتين متطرفتين، الأولى بوديموس التي يتزعمها بابلو غليسيس، والثانية هي فوكس التي يتزعمها
سانتيرو باسكال ميفوكس. لكن يعني لو نظرنا فإن إسبانيا هي الدولة ربما الوحيدة الأوروبية الوحيدة التي لم يصعد بعد اليمين المتطرف إلى البرلمان. ربما هذه المرة يصعد اليمين المتطرف إلى البرلمان ونشهد يعني مشرعون من اليمين المتطرف. نعم، هناك الكثير من القصص ليس بأنهم سيحظون هذه المرة بعدد مقاعد أكبر في الانتخابات المحلية، بل إنهم من سيكونون المسؤولين عن وضع رئيس الحكومة الإسبانية الجديد. يوجد فوكس اليمين ويوجد بوديموس اليسار. وضع فوكس هو قومي جدا، ولكنهم يعدون أيضا الهجرة في الإقليم الذي يحظون بقوتهم كبيرة في الأندلس وإقليم القدس، وربما من هذه المنطقة سيخرجون بمفاجأة كبيرة. النتائج الأولية ستظهر قرابة الساعة 8، ويرجح أنه بين 8 حتى الساعة 10 في توقيت القدس سنعرف النتائج الأولية. نعم، يعني الحكومات أو يعني اليمين المتطرف يطالب بإلغاء الحكومات الذاتية. ما مصير كتالونيا وبعض الأقاليم التي تطالب بالاستقلال ربما؟ كل شيء مرتبط ومنوط بالنتائج. في حال أن بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس الذي دعا للانتخابات، في حال نجح وحظي بعدد من المقاعد يسمح له نوع من الإريحية في تشكيل ائتلاف مع أحزاب مع حزب يساري الذي أيد أن يستمر برئاسة الحكومة، ربما سنتوجه إلى إنشاء استقلال في كتالونيا. يجب أن نذكر أن كان استفتاء لاستقلال كتالونيا في العام الماضي، في حال ولذلك الأمر منوط بعد المقالة تحظى عليها بيدرو سانشيز. في حال أن فوكس ينتصر ربما سيضطر أن يتنازل ويقيم ائتلافا مع قناة I24 نيوز باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا لك. وإلى أوكرانيا، قال الرئيس المنتخب فلوديمير زيلينسكي إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية، فيما عرض في ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس. وقال بوتين أمس إن موسكو تبحث تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأي مواطن أوكراني، في خطوة يرجح أن تغضب سياسيين في البلاد التي تخوض حربا مع انفصاليين مواليين لموسكو منذ عام 2014. قالت متحدثة باسم حزب العمال البريطاني ريبيكا لونغ بيلي إن المحادثات كانت مثمرة بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض، والتي تهدف إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سبل المضي قدما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الحكومة تحتاج إلى بذل الكثير من أجل التغلب على ما وصفتها بالخطوط الحمراء. المناقشات كانت مثمرة حتى الآن، لقد درسنا الكثير من التفاصيل، ولكن حتى الآن لم نرى الحكومة تتحرك على أي من خطوطها الحمراء. نريد أن نرى حركة قوية وسريعة على تلك الخطوط الحمراء في أسرع وقت ممكن. يدخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ اليوم، وتمنع كل الشركات الأمريكية من شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، كما أنه يمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود. ويعد هذا الإجراء واحدا من التدابير التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لإطاحة حكومة نيكولاس مادورو. قالت وزارة الخارجية الكولومبية إنه تم إحراز تقدم في المحادثات لإقناع الصين وروسيا بالتخلي عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع عددا من دبلوماسيي 10 دول من أمريكا اللاتينية ووزرائها في بوغوتا. تسعى الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا الجنوبية برسم خارطة الطريق لما بعد مادورو في فنزويلا، في ظل حشد تأييد دولي لزعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو من خلال اجتماع دعا إليه السفراء الذين عينهم غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في عدة دول غربية والتي اعترفت به سابقا كرئيس للبلاد، وذلك بعد وصول البلد النفطي إلى مرحلة كساد اقتصادي وتضخم مالي وحصار اقتصادي كبير.
وهي الظروف التي دفعت أكثر من 3 ملايين شخص إلى الفرار خارج البلاد وخاصة إلى كولومبيا، الأمر الذي واجهته الحكومة الفنزويلية بمضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 8 دولارات شهرياً. من جهته أكد وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو أنه تم إحراز تقدم بالاجتماع وأنها مسألة وقت فقط قبل مغادرة مادورو منصبه في خطوة نحو التقرب من روسيا والصين الداعمتين لمادورو. نحن ننشئ البعثات الدبلوماسية التي يجب أن تقترب من روسيا والصين، معتقدين أن بإمكان روسيا والصين أن تلعب دورا أساسيا بأن تكون جزءا من حل الأزمة الفنزويلية وأن تبتعد عن مجرد دعم الحكومة الموجودة. الحكومة الفنزويلية من جهتها أعلنت اليوم في بيان أصدرت وزارة الخارجية عن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية، وأنه اعتبارا من اليوم لن يكون لأي وثيقة موقعة أو صادرة عن منظمة الدول الأمريكية أثر سياسي أو قانوني على الدولة الفنزويلية ومؤسساتها، ويأتي ذلك على خلفية اعتراف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد، متهمة إياها بالعمل على تلبية رغبة واشنطن. وإلى سريلانكا، حيث أكد تنظيم داعش أن هجوما شنته الشرطة السريلانكية أمس استهدف أحد مخابئه، وأن 3 جهاديين فجروا أنفسهم خلال الهجوم. ونفذت قوات الأمن السريلانكية مساء الجمعة عملية مداهمة في منزل في مدينة تقع على الساحل الشرقي للجزيرة، وتقول الاستخبارات أن هذا المنزل هو مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات الفصح التي أوقعت مئات القتلى والجرحى. وإلى أندونيسيا، حيث قال مسؤول إن أكثر من 270 موظفا في الانتخابات توفوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع، وذلك بعد 10 أيام على إجراء البلاد لأكبر انتخابات تجرى في يوم واحد في العالم. وهذا وكانت الانتخابات التي أجريت في 17 من الشهر الجاري جمعت بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد، وذلك بهدف خفض التكاليف في البلاد التي يقطنها نحو 260 مليون نسمة. يواجه اقتصاد مدينة إربد الأردنية تحديا كبيرا، حيث يستمر اللاجئون السوريون في العودة إلى أوطانهم بعد إعادة فتح معبر نصيب جابر بين الأردن وسوريا في أكتوبر الماضي. وكانت مدينة إربد الواقعة شمال الأردن تضم حوالي 250 ألف لاجئ سوري، أي أكثر من 20% من إجمالي اللاجئين في الأردن. هذا وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أنه بعد اندلاع الأزمة السورية ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن، لا سيما بعد أن منحت الحكومة الأردنية اللاجئين الوضع القانوني للعمل عام 2016. قطاع الإسكان كان في اعتماد، خلينا نحكي نسبة مئوية ليست بهينة على السوريين، سواء بتأجير الأماكن السكن، لما بده يطلع السوري ويرجع لبلده الشقق بدها تفضى، وبالتالي بجوز يعني ينعكس هذا على المستثمر أو على اللي استثمر في هذا القطاع. احنا نأمل إنه ما يتأثروش كثير بهذا الأمر، يعني خاصة القطاعات التجارية، ولا شك يعني إنه ما فيش واحد بده يعني يكون لاجئ إلى مدى الحياة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة. وأعلن ترامب ذلك وسط غرب البلاد أمام تجمع من مؤيديه، وذلك بعد لقائه مع رئيس الوزراء الياباني في واشنطن. أنا أحب رئيس الوزراء الياباني حقا، إنه صديقي، لكنني قلت للسيد رئيس الوزراء يجب أن نفعل شيئا. على مر عقود عديدة خسرنا عشرات المليارات من الدولارات لصالح الصين والياباني والهند، والآن خسرنا، لكننا لن نخسر المزيد بعد الآن، وقلت أننا يجب أن نفعل شيئا.
وإلى الرياضة، حيث فاز النمساوي دومينيك ثيم على منافسه الإسباني رافائيل نادال في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس في الدور نصف النهائي، واحتاج المصنف الخامس عالميا لساعتين وأربع دقائق من أجل الإطاحة بحامل لقب البطولة بالأعوام الثلاث الأخيرة. هذا وتتواصل النتائج المخيبة للآمال بالنسبة لنادال المصنف ثانيا عالميا بعد أن ودع الأسبوع الماضي بطولة مونتي كارلو للتنس الأساتذة من نفس الدور على يد الإيطالي فابيو فونتين. وإلى كرة القدم، حيث خسر بالأمس فريق بروسيا دورتموند أمام ضيفه شالكة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونكا بارك في إطار الجولة 31 من الدوري الألماني. وقد لعب فريق دورتموند بتسع لاعبين بعدما تعرض رويس وماريوس وليف للطرد، وبهذه الخسارة يسعى المنافس بايرن ميونخ لتعزيز الفارق عن دورتموند. أحرز برشلونة لقب دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاما والسادسة والعشرين في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ليفانتي بفضل هدف قائده ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني. لم يعد فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني خبرا، بل أصبح أمرا واقعيا في السنوات الأخيرة. هكذا أحكم أصحاب القمصان الزرقاء والحمراء قبضتهم على بطولة الدوري، فللمرة السادسة والعشرين والثامنة في 11 عاما والثانية على التوالي احتفلت جماهير برشلونة بلقب الدوري والذي أصبح لقبا ثانويا هذا الموسم، حيث يسعى ميسي وزملائه بالفوز بدور الأبطال بعد غياب دام 4 سنوات. تتويجهم باللقب منحهم لقب الدكتاتور الذي أحكم قبضته على الليغا في إسبانيا بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استطاع تسجيل رقما قياسيا لم يحققه أي لاعب في تاريخ برشلونة بحصوله على 10 بطولات في الدوري الإسباني. حلم الثلاثية هو ما يطمح إليه برشلونة هذا الموسم، فبعد بطولة الدوري يسعى الفريق الإسباني للتربع على عرش أوروبا حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، والفوز بكأس الملك الإسباني حيث سيلاقي فريق فالنسيا في 25 مايو. وحول الرياضة ينضم إلينا الزميل أدهم حبيب الله محرش رياضية. يعني أدهم، شاهدنا برشلونة يعني للمرة 26 في تاريخه يحرز اللقب الدوري. نعم، يعني كما تحدثنا صياد محمد في هذا التقرير عن فوز برشلونة وتتويجه بهذا اللقب. نعم، واضح أن برشلونة يعني له قبضة على هذا الدوري باعتبار أن الفريق حقق أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، وبات واضح أن هذه البطولة لا تهم فريق برشلونة هذا الموسم. أكثر ما يهم الفريق هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، علما أنه سيواجه يوم الأربعاء فريق قوي مثل فريق ليفربول، ونحن نعرف أن فريق برشلونة يسعى للفوز بهذا اللقب ولذلك حسم هذا الدوري. وشهدنا الاحتفالات وأيضا الأرقام القياسية في هذه البطولة، إن كان على مستوى ليونيل ميسي بتسجيل 400 هدف في هذه البطولة وأيضا تحقيق اللقب العاشر في الدوري الإسباني، ولكن كل الأعين على يوم الأربعاء وأيضا كيفية عبور أو الفوز على ليفربول من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. وهذا ما تحدث عنه أيضا مدير برشلونة رئيس النادي وأيضا المدرب بعد انتهاء طبعا هذه المباراة والأجواء الاحتفالية. ولكن أيضا إذا تحدثنا عن الدوري، إذا ما انتقلنا أدهم يعني إلى كأس فرنسا وخسارة كأس فرنسا، كانت هناك مفاجأة لفريق باريس سان جيرمان الذي خسر ليلة أمس كأس إسبانيا. نشاهد تلخيص هذه المباراة التي أقيمت بالأمس، كأس إسبانيا حيث لاقى فريق باريس سان جيرمان فريق راين، والتي انتهت طبعا هذه المباراة بالركلات الترجيحية. سنشاهد هذا التلخيص للفريقين. طبعا المباراة كانت مباراة مثيرة بين الفريقين، وكان هناك عملية طرد للاعب إمبامبي الذي طرد، ولكن الخسارة كانت قاسية. ولعل أبرز الأشياء الأمور التي كانت في هذه المباراة كانت عملية معاقبة أو شهد. هذا هو التلخيص. طبعا المباراة التي افتتحت بهدف جميل، هذا هو الهدف الجميل
الذي سجله داني ألفيس، كانت كرة صاروخية لداني ألفيس الذي سجل هدفا ممتازا، وكان هناك تصرف لميسي، يعني هذا هو الهدف الرائع لنيمار البرازيلي، سجل هدفا ممتازا. لكن ماذا عن تصرف نيمار؟ سنتحدث طبعا عن هذا التصرف قبل أن نشاهد أيضا هذا هدف التعادل لفريق راين، هدف ذاتي سجل من قدم ومدافع فريق باريس سان جيرمان، وسرعان أيضا ما سجل هدف التعادل ما أدى إلى الذهاب إلى الأشواط الإضافية، وأيضا هناك لم تحسم المباراة وحسمت بركلات الترجيح. وهنا نشاهد يعني محمد هذه عملية الطرد للاعب مثل إمبامبي الذي كان له بصمة ممتازة هذا الموسم. هذا هو هذه ضربة الجزاء التي أهدرت وأعلنت عن فوز وتتويج فريق راين ببطولة بكأس فرنسا. نشاهد أيضا الآن هناك اليوم الجميع تحدث عن اللاعب نيمار، نيمار الذي نشاهده عندما توج الفريق فريق راين وصعود فريق باريس سان جيرمان إلى المنصة، كانت هناك عملية ضرب أو لكم لأحد المشجعين بهاتفه، وهذا ما التقطته، وأيضا اعتذر نيمار عن هذا التصرف. انظر نشاهد الآن مثل هذا التصرف لنيمار وأبدى غضبه طبعا، واليوم اعتذر عن هذا السلوك لربما سوف يعاقب بالإيقاف. الزميل أدهم حبيب الله محرر شؤون الرياضية، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية أخبار الساعة، يلقاكم على رأس الساعة الزميل مهند نبيل وأبرز ملفات هذا المساء، كونوا معنا. We'll be right back.